الفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين لم تقتصر على الأردن والدول العربية فحسب، بل امتدت إلى أوروبا والولايات المتحدة. هنا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة رفع العلم الفلسطيني على الجدار الفاصل، وتجمع الشبان الذين يمنون النفس بالانتقال إلى الجهة الأخرى منه. وهذه تونس تهتف لفلسطين وترفع يافطات الدعم والأعلام الفلسطينية. أضعف حاجة تعملها تقف وتقول فلسطين القدس، اللي قاعدين يموتوا النساء والأطفال، هذوك الكل إحنا قاعدين نموتوا معاهم، راهو أما في مكاننا هنا في تونس. مهما باش يصير ما زلت راهي فلسطين قضية مركزية في قضايا التحرر الوطني، وراهي قضية إنسانية يتضامن معها كل نفس إنساني حر، ماهيش مربوطة بديانات، ماهيش مربوطة بقوميات ولا بغيره، هذه قضية إنسانية متاع الشعب. وهنا بغداد وتحديداً ساحة التحرير، حيث تجمع العراقيون لنصرة فلسطين. الهدف من الخروج في هذه المظاهرة هو لنصرة القضية الفلسطينية العادلة المحقة، لنصرة أهلنا في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يسلبهم حقهم في هذا الوطن، حقهم في العيش الكريم. نحن نرفض ذلك الاعتداء جملة وتفصيلا. أما في تركيا فاختار هؤلاء أن يعتصموا أمام مكان إقامة سفير الاحتلال الإسرائيلي في أنقرة. صدى ما يحدث في فلسطين المحتلة وعدوان الاحتلال تعدى حدود الدول العربية وجوارها، ووصل إلى أوروبا عبر فعاليات شهدتها عدة دول، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، أكدت دعمها للفلسطينيين وتنديدها بعدوان الاحتلال الإسرائيلي. من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت عدة مدن فيها مسيرات ووقفات، منها واشنطن وبوسطن ونيويورك، رفعت الأعلام الفلسطينية ويافطات تندد بالاحتلال وعدوانه. من الشرق إلى الغرب يرفرف علم فلسطين ليخبر العالم عن قضيته وعن حق الفلسطيني في الحياة وفي أرضه، لعله يجد من يسقي.